السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر بطرق سريعة بسيطة وسهلة. بداية أدعوك أيها المشاهد الكريم أن تدعمنا بالضغط على الزر الأحمر الموجود في الأسفل للاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد في القناة، وشكرا جزيلا على كل ذلك. اليوم سنتطرق لصيغة التمني، صيغة التمني أو le subjonctif باللغة الفرنسية. في الدرس السابق رأينا صيغة الدلالة l'indicatif ورأينا استعمالاتها واستخداماتها، ورأينا كذلك الأزمنة التي يمكن أن نستخدم بها صيغة الدلالة، وكذا نهايات الأفعال بعد تصريفها. إذن فصيغة le subjonctif تستخدم للتعبير عن التمني لتحقق فعل معين. يعني إذا أردت أن يتحقق فعل معين أستخدم صيغة le subjonctif، مفهوم؟ وهي صيغة من الصيغ التي تمكننا من إنتاج لغة فرنسية متوسطة، ليست قوية ولكن متوسطة من حيث التركيب اللغوي. إذن فصيغة التمني تستخدم عادة للتعبير عن التمني لتحقق فعل معين. فكيف يمكن أن نصرف الفعل في صيغة التمني؟ كقاعدة يمكن أن نصرف الفعل في صيغة لو سوبجونكتيف للتعبير عن فعل يحصل الآن، يعني تمني فعل أود أن يحصل الآن، أو تمني الفعل لو حصل، يعني أقول لو حصل كذا أو كذا، يعني هذا الفعل يجب أن أصرفه في صيغة لو سوبجونكتيف. ونأخذ كمثال الفعل venir. venir يعني وصل أو أتى. إذن لتصريف هذا الفعل venir في صيغة le subjonctif للتعبير عن التمني لحصول فعل في الحاضر، يعني الآن، أستخدم زمن الحاضر في صيغة le subjonctif وأقول مثلا je veux qu'il vienne. Je veux qu'il vienne. الفعل المصرف في صيغة le subjonctif هو الفعل venir وأصبح vient. qu'il vienne. وترجمة هذا أريده أن يأتي. أريده أن يأتي. Je veux. أنا أريد. qu'il vienne. أن يأتي هو. يعني هنا أتمنى أو أطلب من شخص أن يأتي. هنا صيغة التمني، هنا تكمن صيغة التمني ويصرف كالآتي. دائما في صيغة لو سوبجونكتيف قبل تصريف الفعل يجب إدراج قبله que je viens. que je viens. je veux qu'il vienne. que je viens. ففي الصراحة أن صيغة لو سوبجونكتيف هي عادة يتم تصريف الفعل فيها بشكل مركب، يعني يكون مركبا بين فعلين في صيغة لو سوبجونكتيف، وهي صيغة معقدة شيئا ما. مثلا أقول que je viens, que tu viens, qu'elle vient, que nous venions. Que vous veniez, qu'il vient, que je viens, que tu viens, qu'il vient, que nous venions, que vous veniez, qu'il vient. مفهوم؟ يعني أنا هنا نتمنى
حصول الفعل venir. أن آتي que je viens. أن آتي que tu viens. أن تأتي qu'il vient. أن يأتي que nous venions. أن نأتي نحن que vous veniez. أن تأتوا qu'il vient. أن يأتوا مفهوم؟ إذن هذا بالنسبة للزمن الحاضر. للتعبير عن فعل حصل في الماضي استخدم لو باسي. لو باسي سامبل. باسي سامبل وأقول مثلا il faut que je sois venu. il faut que je sois venu. هنا الفعل يصرف بشكل مركب كما قلت وترجمة كذلك يجب أن أكون قد أتيت. يجب أن أكون قد أتيت. il faut يجب que je sois أن أكون قد أتيت. يعني الفعل المصرف هنا في صيغة السبجونكتيف هو que je sois venu. و soit هو le verbe être. Le verbe être يصرف في le passé simple وهي صيغة مركبة ومعقدة. إذن نقول que je sois venu, que tu sois venu, qu'il soit venu, que nous soyons venus, que vous soyez venus, qu'il soit venu. يعني que je sois venu, أكون قد أتيت, que tu sois venu, تكون قد أتيت, qu'il soit venu, يكون قد أتى, que nous soyons venus, نكون قد أتينا, que vous soyez venus, تكون قد أتيتم, qu'il soit venu, يكون قد أتوا. فهنا في لو باسي في الماضي يصرف الفعل في صيغة التمني سبجونكتيف بشكل مركب جدا. نلاحظ أنه يضاف إليه لو فيرب إتر, يضاف إليه لو فيرب سوا جو سوا, ثم يتم تصريف الفعل الذي نود تصريفه إلى صيغة لو سبجونكتيف كبداية. وبما أننا نتعلم لا كونجيغيزون من الصفر يجب أن نكتفي بأخذ هذه النظرة على صيغة التمني, على صيغة لو سبجونكتيف. وعندما سوف نتعلم تصريف الأفعال في الصيغ السهلة مثل الانديكاتيف, مثل الانفينيتيف, وفي الأزمنة السهلة مثل الحاضر والمستقبل والماضي, le présent, le futur, le passé, آنذاك سوف ندرج فيديوهات لمن أراد أن يتعلم لغة قوية وتصريف أفعال مركبة مثل صيغة التمني وصيغة le subjonctif. يعني كبداية سوف نحتفظ بهذه الصورة, مستقبلا سوف ندرج فيديوهات للتفصيل في هذا كما قلت لمن أراد أن يتعلم لغة قوية ولغة فرنسية قوية. إذن في هذه النقطة ينتهي درس اليوم. إذن بهذه النقطة ينتهي درس اليوم. إذا كانت لديكم أي استفسارات اتركوها لنا في التعليق. إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.